لوين رايح؟ لتشوفها مو هيك؟ سام أخذ القرار. أنت بتعرف إنه هالشي رح يقلب حياتنا فوقاني تحتان وما بقى في وقفه. وصلنا غالب بيك هذا المكان. كيف؟ إلا إذا شيرين قررت تخرب كل شي. شو عم تقول أنت؟ كذابة ميسي كذابة. هذا آخر يوم إلنا بهذا البيت. أنا كمان بدي أطلع معهم خديجة. الله يلعني وينتقم مني. أنا ما شفت مرة مثلك طول حياتي. يعني لا تفهميني غلط، أنت حلوة كتير. امرأة أنا رح صلح كل شي. يومياً 7:15 على الـ MTV.